رحيم، شكرا. أود في البداية أن أشكر منتدى تراث فاس على هذه الاستضافة الكريمة. في الحقيقة سعدنا بلقاء هذا المنتدى، يعني الطموح الواعد. باختصار يعني أمثل هنا يعني الجمعية المغربية للتراث والتنمية، وهي جمعية فتية تأسست العام الماضي بالضبط شهر فبراير 2014، وهي تأسس على خلفية أكاديمية بالأساس من مجموعة من الطلبة، يعني الخريجين من ماستر التراث والتنمية بكلية الأدب سيس بفاس. يعني النواة الأولى هما مجموعة من الطلبة، ولكن كذلك حصل تواصل مع عدد من الغيورين على تراث فاس، وتم تنسيق الجهود وتكللت بإنشاء هذه الجمعية كما قلت في أوائل سنة 2014. الرؤية ديالنا للعمل على التراث تحترم بقدر ما تحترم يعني الجانب الترويجي للتراث والجانب الفولكلوري الذي يعتبر جزءا مهما من مكون التراث، فإن الجمعية تركز بالأساس على التراث المادي باعتباره انعكاس التراث الفكري نفسه، يعني لأن تلك يعني المعالم المعمارية يعني الزاخرة والنادرة في الحقيقة هي انعكاس لطريقة تفكير أسلافنا ومن مهندسين وعلماء. مثلا في ماريستان سيدي فرج طريقة إنشاء الماريستان وما تعكسه من بعد نظر في الاهتمام بالمرضى على سبيل المثال. يعني عندما نتحدث عن التراث أنا شخصيا يعني يمكن أن نحس بأنفسنا وكأننا نتيه في التراث، كما أقول دائما بحر يعني زاخر لا شاطئ له، يتعين العامل فيه يعني أن يعمل انطلاقا من مشروع وأن يحدد مجال عمله، وإن كان الاشتغال على التراث بصفة عامة هو يعني هدف الجمعية. لكن الجمعية كما قلت انطلقت من مشروع، هذا المشروع جاء على خلفية يعني ما تم تشخيصه من مشكل. نحن في الجمعية نشخص المشكل، مشكل التراث الكبير في فاس وعموما في المغرب، لأن المغرب يعني بلد تراثي بامتياز بتوفرها الأزيد من 30 يعني مدينة عتيقة. يعني الإشكال المشترك هو إشكال يعني تثمين التراث وتقييم التراث من قبل المواطنين أنفسهم، قبل أن نتحدث عن المسؤولين وعن المعنيين المباشرين. يعني توصل إلى النتيجة من خلال بحث ميداني قامت به الجمعية بشراكة مع الجامعة، مع كلية الأدب السايس مصر التراث والتنمية. وباختصار شديد، وهذا إن شاء الله ما سنؤكد عليه في مداخلاتنا اللي سنشارك بها في هذا المنتدى في هذا الملتقى، المشكل مشكل تربوي وقيمي يعني محض. يعني الدولة أكيد أنها تقوم بمجموعة من الجهود، وهذه الجهود ليست كافية، وعندنا يعني مجموعة من المعطيات والإحصائيات تدل أنها جهود ليست كافية بعد. فيعني الوعاء التراثي لفاس فقط يعني نفسها فقط يعني وعاء كبير جدا، يعني الميزانيات المرصودة تظل. وباختصار التوقعات ديالكم من هذه الندوة ديال اليوم إن شاء الله بحول الله. إن شاء الله بحول الله، هذا ملتقى يعني يستمر اليوم وغدا إن شاء الله، وهو ملتقى يعني غير مجرد أنه يكون هناك ملتقى للتراث، فهذا مطلب زعما لفعاليات المجتمع المدني الجادة، يعني مطلب يعني قديم. ونحن يعني نشكر هذه المبادرة منتدى التراث فاس نظرا يعني تجربته يعني الحمد لله يعني التي تراكمها، ونحن إن شاء الله شركاء معه إن شاء الله في هذا الهم. نشكرك الأخ جمال، بارك الله فيك.